القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الدرس رقم 440 من دروس التفسير، وما زال أكد سورة سبأ. سجد نفس المياد ربي سلاي 20 المذلية في 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدق عليهم إبليس، إبليس العدو المبين لنميد ديكلاري، عدو مبين سيثما شاهوت إمثني يوم رسيدي ربي بشر سجدني آدم سجود تكريم ملائكة، انسى تكبر تجبر طغى يهوي سيقر أنا خير منه، على بالكم مين ديك الشمل أنا، انتفاخ الأنا في الإنسان دمار. فرعون سيقر ذلكيني أنا ربكم الأعلى، إبليس سيقر أنا خير منه، خلق ضيد كذا نسيت خلق تيد. يعني الشم دي شغل نسيدي ربي مزورة قرن رقيقة تزور وين يفغانا ذي يزور يرقيق. إبليس يخدمش إفكال عهد يا ربي إن يسلى أغوينهم أجمعين، يقول إفكال عهد يا ربي باش أثنيوي أغيوي أكد جير فريف وين أكو يسيغ نوال أثيوي جير فريف. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، أين كني يظن إبليس، أين كني يطلني فيه يخدم يبضيف يبضيف ذا شور بيند فت تبعوه وقد يذفرن وقد يذفع عن إبليس ثم ديث نسن ذيريت ما تشيت ساعة ذيث سوء الخاتمة إثني تراجون ثم ديث يحزنن ثم ديث قريحن. ولكن سيدي رب شدينا فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. المؤمن يتفضي ربي مادام يتفضي ربي ربي جرس دافريد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولكن ذيهن أفريد دين جرسي ذي ربي يوم راغد إند فاتبعوه وأن هذا صراطي مستقيما يسقام وريعوي جراء يقرز فاتبعوه ذفعثت ذفرثت ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني حاذر ثكن يعرق وفريذ ذي الدوني ثم يعرقون وفريذ تقلقم ذي الدوني ثم يعرقش وفريذ إلى قى جي بي اس إلى قى كني أستفطع بطيخ إيميلي ونعرق وفريذ غير سيدي ربي ذيني مغدينا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذهن كل قارئ سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ربي سكناغ ملاغ ولهاغ سفريد نسلامة ورثكين داما نمسفا. في كل اسم الشريعة في سورة الجاثية الآية 18 ثم جعلناك على شريعة، اسم يستشر عيف شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها، ماذا في الذين فاتبعوه مد الشريعة، طبعا الصياغة اللغوية تقتضي ذلك إند فاتبعها ولا تتبع السبل وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعه ذاين ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع
أهواء الذين لا يعلمون وقالوا يعرقوا فريد يرنا الزعرقن أفريد إويا سيدي ربي ناد إلا فريقا من المؤمنين المؤمنين خاطئ وغنا سأول سيدي ربي ذبعا أفريد سلامة أرث كيندما وما كان له عليه من سلطان يعني إبليس ورسعانا كاقيام بوفوار إديفانن ولاش ماشي بالسيف إنما الشيطان فزين لهم الشيطان سوء أعمالهم الشيطان دوره هو الإغراء والإغواء والاستدراج الاستدراج يوث يوث مثلا قلنا المرة اللي فات مثلا واحد يعرض له واحد رشوة 100,000 رشوة 1,000 دينار سين رشوة حرام لعن الله الرشي والمرتشي وفي رواية والرائش المشي بينهما اللي يسميه بعض الناس دلال الخير طروازية مني الانترميدية لكني كيني دلال الخير الرشي وني فكان الرشوة المرتشي وني تطفن وني لن يرسم أتفضل لا ثلا لا ريزيستانس لأن مقالة كيني كين قبل غرض فكان رشوة أطفال رشوة تشغل حرام 1,000 دينار إما رسيني 10,000 دينار كيف كيف لا ريزيستانس وريق في لا هذه الزنز الأخر فيس يبيع الأخير أن تعب 1,000,000 نهار اللي يقول له 240,000,000 يلا وريني عرض كتافك هنا يبدأ الامتحان الامتحانات الكبرى تبدأ هنا 200,000,000 مو هذه صغيرة بارابور اللي راهم لي زيكسبير في الرشوة ما يهضروش بالملايين يهضروا بالملايير أنا عاميه بلك الباب وراه في البحر لي كونتونير تباعوا 10 مرات والرشاوي والحرام سون ليميت ودير القانون كيما حبيته على فكرة يعني حبيتوا نهضر القانون نهضر القانون نجيب لكم كاع لي لوا اللي تهضر على الفساد ومحاربة الرشوة لا شيء خوف ربي لا غارونتي في خوف ربي خاطر كيما دير القانون كاين دي التكنيك نتاع اللي خاف ربي سلم اقواد وين نتسقاد ربي اي غير ديني غاولاكي باش ديني الشيطان ما عندوش هكذا لو بوفوار لا فورس يرفد واحد يديه لا لا يروح له شويه شويه هذا بلا دروغ هذا بالشراب هذا بالرشوه هذا بالربا كاين الناس درك راهم يكريو دراهمهم كيما يكريو الكراجات يقول لك نكري كراج ولا نكري دراهم كيف كيف ان بورسونتاج لو طو دانتيري كذا وكذا والسلام سي فو غلط الكران تاع اتسيرو ذا كراج يجوز اتسيرو ذا خام يجوز اتسيرو ذا كاميون يجوز اتسيرو ذا دريم لا ذا الحرام اما شرعا كوتي يعني شرع اما القانون لا لوا 75 لارتيكل 454 القانون 75 58 المعدل والمتمم الماده 454 تقول لك ممنوع ممنوع تعامل بين المواطنين بين الافراد بفائده ربويه يعني حرام يعني الماده 454 لارتيكل 454 ايغال فيرسي 275 من القران سوره البقره كيف كيف المادة الآية 275 تقول وأحل الله البيع وحرم الربا والمادة 454 من القانون كيف كيف ولكن كاين قوانين تخالف الشريعة باش ما نقولوش كاع المواد موافقة للشريعة المهم واش الدليل هذه باش نقول الشيطان هذه هي خدمته الشيطان يتكليخ دايرين بدين ربي وما كان له عليهم من سلطان ربي سبحانه حكمته اقتضت ذلك إناد إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك باش ربي سبحانه أذي زر أن يجو من سلا خرث نعت أي غرد يفذر لا خرث ذاكي خطر وين يؤمن سلا خرث المعنى يسي إزران إلا الحساب أنت وحاسب مادام أنت وحاسب وسيت صغار أوال لا الشيطان الإنس ولا الشيطان الجن خطر شياطين الإنس وكاين شياطين الجن وديفوا شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن شيطان الجن تقول أعوذ بالله من شيطان رجيم يروح من شيطان الإنس يا بابا يا بابا تا
3 كومبريمي بار جور 3 فيزيت 3 رونكونتر الاولى الثانيه ما جابكش كاو تروازيام كاو يلا اوف من بعد شو دينا رب سبحانه باش لنعلم هنا الامتحان من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك خطر اللي عنده شك في الاخره يدير كلش هاي القاعده وين الزران باللي الاخر ثابي بريكان نقول شي تياك غادي يخدم اين يبغى اكواد وندور نتسكواد ربي بعد ربي ندوى ربك على كل شيء حفيظ رقيب ولاش دا شوي فرن فلاس كل شيء يزراث كل شيء يحصاث قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله وكذلك خدمنا شريك يا ربي سبحانه ان لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من نظير وما لهم وما له منهم من ظهير اي معين ظهير النظير دين نظن للند اشو يبغى يدير ذاك سيدي ربي ما يرضى ربي معنى وقالك يتخدم ذي الشريكين يا ربي سبحانه ولاش ذا شو يكسفن ذي دوني ثاقي أما ذي وأنا أما ذي القاعة على وجه الاستقلال لا يملكون شيئا على وجه الاستقلال مما والمؤمنين يكسفن كسفن كان لمدة معينة أي الله هكذا من لذك ويسع أخام ويسع طوموبيل ويسع ثمورث ويسع ثزمورث أم بعد يخين نكسب أثنكسب مؤقتا اون بيريود اون زرارة بلك سكواس بلك 20 سنة بلك 100 سنة ونم يفكر ربي تغزي العمر 100 ياسي ونواس كل شيء يغال رياض قال لي زيرتي الورثة الشيخ محمد الحسين يفرسيد يناد ثمورث كمل ثاس تتفدي لي مولان ثمورث تتفدي لي مولان يكسبيت جديش نجديك بالك 1910 ام بعد كسبنت وياض ام بعد ثمزات وغال روايض وان كان كان الجدوذة وهارب ويسم الزارة اكل الجدوذة وهاربي أريد نوزارا تجد النصيحة إن شاء الله أتسف أن كانيس أتمغي أتمغي أشل جدودي سعى قيمة معنوية فالور مورال أنا عمير الكوري ديجا جديش أدينين يدي جديك ورث الزمير ضار استخدمض السوما ولما ودي ديوسانا كيف كل فيلا ذي ثمذين تكن تفغوث لا إني دالا يرنش فوياس مولا شاغ دقوري ذندما أندا أغثن في عندما فقيت صفرات نقدر نقول لكم هذه رسالة تاريخية رسالة تربوية رسالة حضارية أدنوها وإذا نحسب باللي كل شيء يوالي ربي ربي دولي الله ملك السماوات والأرض يلا شكون المالك الحقيقي لكل شيء والله في سورة الحديد الآية العاشرة ربي ناد ولله ميراث السماوات والارض كل شيء يغالي ربي سبحانه هذا ذين مدينا هؤلاء لا يملكون مثقال ذره ولا شكسي بنارا لا يملكون في السماوات الجنوان ولا في الارض ولا ذي القاعين سيدير وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير لا يجدون معينا ولا ناصرا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له
يعني الشفاعة في الله يا القرن القبيلي إن شاء الله ذي الدنيا ثاني ينفع ذي الأخرف أنا ميشفع في الله الشفاعة ولكن صدرنا ربي سبحانه إفكاتي ربي الملائكة إفكاتي الرسل إفكاتي شرق مذانا الشهادة أطاس بوال صورة ذي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ثقي سورة البقرة الآية 255 إذن الشفاعة لعناية أريل دي لخرط السلاذ من سيدي ربي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وين ميفكر بلوتوريزاسيون وين ميفكر بالإذن إما من الأنبياء من وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة الكبرى عليه الصلاة والسلام لا الملائكة ولا الشهداء ولا المؤمنين أكون جعل ربي جعل غصيصا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق أنا مجد الملائكة ذي الأنبياء مسنك ربي الفزع عني خطر ماشي ذي سهلا أو يوم جلل يوم جلل ذي الآخرة أن ذي جمع ربي يكثر خلقيه سورة النساء الآية 41 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا سورة العمران بدءا من الآية 39-140 ثلاث الآية ثقي إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إلى آخر الآيات قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق أين دين ربي ذي الحق تي ذت وهو العلي الكبير العلي صاحب القدرة المطلقة صاحب العلو الذي لا يدانى ورب سبحانه عز وجل ذن سكن غسدي الدنيف يروح الميزان يروح الميزان الطاس يروح ذي ثوشورت ذي قذروم ذي السوق يروح ذي كل مكان إلا من رحم ربي أمعنى ذيهين والوزن يومئذ الحق ذيهين الميزان تي ذات أي غدينا ربي سبحانه في آخر ما أنزل لا يثنقروث إذن زلنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتسن في سورة البقرة الآية 281 آخر آية أنزلت ربي قال واتقوا يوما يشدغ دايما ساسنين قالوا الله خرض واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله السؤال مأكل مثل لام أرسيدي يا ربي ثم توفى كل نفس ما كسبت كل ونين زرع ثياف في غلث بعد شو دينا وهم لا يظلمون اكستغف لي ولا ونوان تجرفهم الفطر في الدنيث الرزاي قريح قصيح ورتسقوذف ذاقي ذي الحق كان وحد السريلين قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل لله يا الله سيدي ربي كان أكاد يتسكل أدلة دلائل القدرة أدي سمشتي ذا سمشتي أغي تهزو يا أخي قرنك جماك ما يهزيك يعزيك أغدي سدقوس أمك أمثاقي قل من يرزقكم من السماوات والأرض أوه نتساك اللهوة الأرزاق سورة الذاريات الآية 22 وفي السماء رزقكم وما توعدون ضرب بدي ودي سرحني ومان والسنة عدى نسرحني ومان يثورا ولاش أثنى رجوكا نتساها ذايات نسوثر نتساغدي في كمان
أمانة ذي تشار براجين تاكسبت ذي تشار مليح الشعشاع تشارنا كوي براجين فرحني في اللحن فرحني الحيوان فرحني وفي السماء رزقكم وما تعدون يوكل آيات من الرزق يشدين تربية الغرس شدينا يناد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ماشي سوى كنوية يوكل توطف نغذي الزم نغذي الفيل نغذي الذيور وكنوية لارزق نربي تتسم من بعد الله النظام باش هادي غادي في جنتي تسنغ الى دوك اي من دابه لا تحمل رزقها الله يثاو الطوفني يعني ونزميرارا غترفض الرزق ينس وزميرارا ترفض تشكارث تشكارث للنعمه تمزين غير ذن بعد باش كنكون ان السين ربي اكثر إلا دوك أي من دابة لا تحمل رزقها من بعد شو دينا الله يرزقها وإياكم سبحان إزواد وطف قبل نكوني نكوني نسعى الجهد لا تكنولوجي ماناجمنت لا جيستيون أخوفي حصرة من بعد دي قارتها وطف ثني فكي غاس الرزق قبل نكوني فهم ضايا باش نظر كانت يتسنغا باش ني السين ايمان النار خاطر مي عرق غنوان كوني اغعرقوا فريدا سيدي ربي وكأي من دابه لا تحمل رزقها بس ولا مزقر يفارس البحر من الجار نغثفونس اتشكانا خاطر ثفونس في السعر لي فري فونسي مالا ثفونس والسينا لي فرونتير في ليسا ثفونس ديك تكشمتش ثلاثة بحيرة الجيران مثل رواد فهم سكينت إيه بنادم ما يكشم مش كان أذيش وديو تشكار صافي فينا الماء أنا ودي سوين تشكارين فعلوا ليس ذي بنادم الحيوان ذي الحيوان يتشاف ثروات عبوط يسديك نسيكي قارك فكي كان ثروات عبوط يلا أذكر كم مرة الحبس غدير رزق خطر ممكن كمل إذا يروح الوقت وهو إن بعد كل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله رب سبحانه وإن أوياكم لعلى هدى أو هدى أو في ضلال مبين يعني غادي ثورة قال غاك ذي امتحانة وقال ذي يومنا وقال ذي نومي دارا هك وقال ذي نومي دارا سقال نكون ويسد مرة صلاح نمر ثرمت كنت تظلي رمضان الحاصول إلى آخره نكونيوي لي زافير دونيس وكذا بعدين يصول لها منظره مي الاخر فينا ديفان كلش فينا اديفان انوا يكذفعنا فريذن الهدى افريذن السلاك افريذن النور انوا يكذفعنا فريذن الضلال يعني ذاك اسم ياسر ربي ضلال مبين خاطر ثلاثه فوا بوفريذ الدو فريذ الني وفريذ القراريس ذا فريد لن وقال فغنا فريد يرث كميلا سيمي تغزيف لعمر سن سيمي فعذن فريد ربي أكثر لن وقال يهدو ربي على فكرة التفضي عشسي عشرين سنة المي سبعين سنة ذي ثواغيف إيه ذا هيد ربي الحمد لله ونتسيسر سير رحمة ربي وني فغنا ذي ثوف أفريد ربي سبحانه ينجر يرنا ربي ندقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا سيسترس الرحمة ربي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ماذا يقول من فغالة ذي ثوف يا الله أين زرع أثغلث ذي لخذ بعد شو ديننا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون أي لا كما قال القرآن في آية أخرى لا تزر وزيرة وزر أخرى ولاش ولا يرفذن الذنب بايض لا يؤاخذ الإنسان بجريرة نغ بجريمة غيره كل يؤاخذ بما فعل أي نزرع ذا أثي غلث وحذس قل يجمع بيننا ربنا في ملي اللي تم قران تسنديهين سبحان الله لاري وعروا سني مليح يجمع بيننا ربنا أغدي يجمع ربي سبحانه
الآن يختصموا زوج تقول لهم روحوا تجتمعوا، يقول لك لا لا نجتمع، هم متخاصمين قرة حروب 45 أفير أون جوستيس 17 بينال 10 كوميرس سيفيل، تقول له روح تفري والخير وكذا. أولي جاني كي جاني يقول لك جامي جامي استقبالي، يقول لك جامي ما يقدرش، ذينا أوبليجي الله غالب. ها وربي قال يجمع بيننا ربنا، يا أخي سلمي الآية سورة البقرة أن غلب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ذنتسا أريح كمن يركز خلقيف ذيني مي إزمة تفضيون يسعى الحق ولكن السينارة دي الدفان دي في الناس نغ يسعى الحق ورسالة لبروف ولاش الكواغض ولاش ويحري شارع ورسالة الوثائق رسيدي ربي يسعى الحق ذي التريبونال يخسر لافير ثبض الله كور مجلس القضاء يخسر لافير فيوض الله كور سوبريم يخسر لافير لاش ومازال نتسيسع الحق أخصيميس يزرى باللي مخلوقة يسعى الحق يزرى هي يزرى أما على سنين كيني كل خغاش كل خغاش حرشة غسيدي إلى آخره ميتسويث لا كل سوبرام ميظن ماشي تينا البيارة طايض فينا غير سراجون ذي الأخار سنة الديفان كلش ديني مي ربي دينا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. إلى قضى نظر باللي لن تثلوفا وفرونت ذي الدونيث أذفرونت ذي لا خرف أوها ربي أن فروثلوا فنغ ذي الدونيث قبل لا خرف خطر ذاقي المسامح ونجاني جنجان إلى الخير ما نبضر ذينا ولاش ولا يسمحن ذي الحسنات كل يوني قراص أذويغ الحسنات ولكني كان الحفيذي وخدام ذي الدنيا ثي خلصارة ذي الأخر ثي تسكر لابي خاطي أسكس الحسنات صافي العثابيس ذي الدنيا هذا سيروح ذي الأخر وقيل مفلس في دهضر النبي صلى الله عليه وسلم. ثورة نبغ مازال آيتين قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. يعود يعني لك قضية الشرك وقال يخدمنا الشرك يا ربي سراجون أذ شفع الفلاس من ديال آخر ثلاث نوفينا لا ذي الطيقة دي سفان ورفيق ذي المحال الشرك ينفع ذي الآخر تضرب بك أنا لا ينفع. بعد شو دينا ذي الآية 28 وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. سيدي ربي نيس النبي صلى الله عليه وسلم يشجعك ربي للناس بشيرا ونذيرا يبشر وفي نفس الوقت نذير هذه الصفرح المؤمنين ولكن وجاد نومينا را أسنتك النذر أسنتك النذير بشد الدقسن بشد دوين قفلة نفاث الحال لكن دينا ربي في صورة الأنبياء الآية 107 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لاني مذلنا يثمثن إوين استعرفن باللي النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم إذ شجع ربي خاتم النبيين وخاتم المرسلين ولا نبي بعده كفى النبوة لين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أولا قي يتكرر إن فقر مكة الأخر كل شوالا قي ملمي متى هذا الوعد سنورما المشي الساعة من مثل يردني ربي قزران يرنا كلما إذا مات الإنسان قامت قيامته ذا شو يحصل انتو رمكني ما نسراجو يوم القيامة إما نبوث مكن إذا يال ذوي غري يجر بفيرنا صافي من مات فقد قامت قيامته أوها ربي كل يوم دينار أذي حزف إن تسعي منيس مريمث أذي جدوني ثقي
أتبدو رحلة الخلود لا في إترنال. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يا الله نكون نصدق الله ونصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إكفاء أول ما إلا فنوين أو إنه يقذي من برق الروس. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل يا رسول الله نقول أي مؤمن السيني نسعى يكت سعاذ سعمت سعاذ يولواس يوم وريت وخير وريت صاز لا يجيث شوف لا يند النيغ في سورة البقرة إدنا ربي سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه. الله شوف هذه لا يدنا ربي سبحانه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. شوف لا يغد يسا إدنا ربي سبحانه وإذا جاء أجالهم لا يستقدمون ساعة ولا يستاخرون. أصلت في النبي الطهر نتسان ذفاف الشفاعة فقصيت المثزر ثوار أشحالي فردان الساعة إقفغو يغزف العمر لابد دوض الساعة جيغان ثلويث أرثم لليث سلام ربي في اللون.